ايه الفوبيا اللي عند ريكا؟ اكتر حاجه بيخاف منها؟ في حاجه في مخك؟ بص مبسوط ازاي؟ في حاجه في مخك؟ لا انت مش هتغشي. ايه بقى ضغط بقى؟ ايوه. لا يلا على طول مفيش مجال، وروني كتبتوا ايه؟ الاماكن المغلقه. ماما اكتر حاجه بخاف منها. ماما ما جاش كده يعني، معلش. الاجابه الصح بس السؤال كان فوبيا. الاثنين مش صح، بس لو هتبقى اقرب يبقى ماما اكيد. ماما اكيد. احمد داش لو ما كانش اشتغل ممثل كان هيشتغل ايه؟ اقرب وظيفه له. معروفه بقى دي. انت بتغش ايه يا كريم؟ بشوف هتكتب ايه؟ لا هو كده كده عارف الاجابه. لا بص ما هو عايز برضو ياكد. انا خلصت. لا هو خلص مش هيغير. كل ده بتكتبي ايه يا دينا؟ عندي اجابتين. لا ما ينفع. لا 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 اجابتين. طب خلاص خلاص اوكي. لا سيبي الاولانيه عشان شفتها من غلط. لا اوكي جاهزه. ماشي يلا. بصي مسحت اللي كانت كاتباها. اوكي. لاعب كوره هنا ايه؟ فوتبولر. لاعب كوره. لاعب كوره دي اجابه صحيحه. احمد داش مين مطربه المفضل؟ مستحيل. اللي كان اسمه ايه؟ عربي، مطرب عربي. مش مطرب عربي مفضل. مش روسي اكيد. انت شفت كتبت ايه؟ انا كتبت ايه ده؟ انا كتبت ورد ومنير. اجابه صح. بحب محمد منير قوي. يعني لحد كده 15 سنه كنت بقى ايه محمد منير بقى. كنت بحبه قوي. ايه اكتر اغنيه مهرجانات بتظبطوه بيغنيها او بيسمعها؟ ما اعرفش اسمها. دي اللي هي بتقعد تعمل فيشل اكسبريشنز غريبة دي، اللي هي ايه بقى؟ قولي يا كريم. ايه ده؟ ايه مهرجان يا لهوي؟ ايه مهرجان؟ ايه ده؟ دي معروفة قوي. ايه؟ ايوه نهاية العالم. ديابة الستة نهاية العالم. هو في اغنيه اسمها ديابة الستة نهاية العالم؟ لا الست ديابة دول، الست ديابة ده الجنج، ده ال البان الفرقه يعني. فرقه الديابه السته اغنيه نهايه العالم. نهايه العالم. لا لازم تعرفوني ايه الاغنيه دي. لا دي مشهوره يعني، هم اشهر ناس بيغنوا. الاغنيه بتقول ايه؟ الست الست ديابه راجعين هيغنوا. لا لا علي صوتك عشان اسمع. فتحوا كتابهم هيقروا منه اول صفحه عن الدخيل. دخنويه. لا الست ديابة. ايه الست ديابة دول عظماء. الست ديابة دول عظماء طبعا. طيب اخيب مادة كان فيها احمد داش في المدرسة؟ لا ده بيغشوا من بعض على فكرة. ايه طب استنى غير الكيمياء. استنى غير. لا لا طبعا. ايه حرام عليك. العربي العربي ولا الكيمياء؟ لا الكيمياء طبعا. اه طبعا مالكش في الكيمياء. مين اكتر ممثلة احمد داش نفسه يمثل معاه؟ يلا بينا. مش متأكدة بس حاسة. مو انا برضه. ايه ده انا كنت هكتب كده. مين ساندرا دي؟ ساندرا بولو. اه اخويا والله العظيم. ساندرا بولو. والله كنت منى هكتب منى زكي. اي سؤال. هي جابته الصح. منى زكي اجابة صحيحة. معرفش عشان بحبها. برافو برافو. والله كنت هكتب منى زكي. ايه أكتر عقاب كان بيقدر أحمد داش وهو في المدرسة؟ ماشي. خلصتي؟ حاسس عينك نفس الحاجة. ايه نو تمرين. اي انا برضه كده ممنوع التمرين. ممنوع التمرين. صح بس ما كانتش بتحصل كتير. دي كانت بتحصل يعني. ايه اكتر حاجه بتضايقها بتضايقك من مامتك؟ لا ما فيش والله. ست زي كل حاجه زي السكر. عايز اسالك لما بيبقى احمد عنده مشكله بيشتكي لمين من العيله؟ على حسب المشكله بصراحه. بس يعني مشكله عاطفيه. عاطفيه. يلا انا مش عارفه. احمد بص قاعد تحس ان هو ايه. انت كاتبه اسمك؟ دينا. بيخبي بيخبي. احب اقعد مع نفسي كده اخد وادي مع نفسي. كريم دينا واحمد داش ثلاثه كانوا متفوقين في المدرسه ما شاء الله، وبيكملوا حياتهم بشكل تاني بتمثيل بفيديوهات بهندسه، ومعاهم مامتهم امل والشريف اللي مسافر. قلت لك شريف. كل سنه وانتم طيبين. احمد داش، كريم داش، ودينا داش. وعودة للمدارس والجامعات.